السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الكام ساعة الأخيرة، شق رأسها وذبحها فجرا، القبض على المتهم بقتل زوجته في أشمون بالمنوفية. الجريمة دي اللي حصلت في قرية اسمها سبك الأحد، ألقت قوات الأمن بمركز أشمون في محافظة المنوفية القبض على المدعو فلاني الفلاني، بيشتغل جزار عنده 35 سنة، المتهم في قتل زوجته في منزل الزوجية زي ما قلنا في قرية سك الأحد في الأشمونين في مركز أو في محافظة المنوفية، بعد ما شق رأسها نصين بسلاح أبيض، وبعدها على طول زي ما بتقول الصحافة والمصادر الإخبارية كلها إنه ذبحها ذبح كامل. اللي هو حازم سامي مدير أمن المنوفية اللي تلقى البلاغ عن طريق إدارة شرطة النجدة غرفة العمليات اللي بتبلغوا في وجود جريمة قتل في المنطقة اللي احنا ذكرناها في بداية الموضوع. على طول الشرطة انتقلت هناك علشان تلقى ان اللي عمل الليلة دي كلها زوج المجني عليها، زي ما قلنا هو عنده 35 سنة، شغال جزار معروف جدا في اهل منطقته، ولكن معروف برضو بالخلافات الزوجية ما بينه وما بين زوجته. المهم زوجته اللي عندها 28 سنة، بعض المصادر الإخبارية بتقول إن هم عندهم 4 أطفال، وبعض المصادر الإخبارية التانية بتقول إن هم عندهم 3 أطفال، مش فارق كتير، عندهم أطفال في المجمل أو بصفة عامة. المهم الخلافات الزوجية اللي انتقلت وبعدها راحت الزوجة على طول، راحت علشان تقعد في بيت أهلها فترة معينة، بعد كده الأهل أصروا إن هي تروح تاني بيت جوزها بحجة ولادها الصغيرين، ما ينفعش إن هم يتيتموا أو يتربوا بعيد عن أبوهم، علشان كده لازم تحافظ على الرباط الزوجية ما بينها وما بين زوجها وترجع بيتها من سكات. هنتكلم في الموضوع ده بعدين، ولكن المهم بعد ما رجعت بيت جوزها حصلت الخلافات الزوجية ما بينها وما بين زوجها للمرة التانية، دي آخر مرة زي ما احنا بنتكلم عليها. زي ما بيقول وأقرها لكم بالظبط، مش لازم اللي احنا نقراها، هنقولها على طول من اللي احنا عرفناه. بعد ما انتقلت على طول لشقة الزوجية بعدها على طول بفترة قليلة حصلت خناقة ما بينها وما بينه. في الوقت ده قام على طول مسك مكوى ومسك آلة حديدية وراح ضربها على دماغها وشق دماغها نصين، يعني زي ما بتضرب البطيخة ضربها بالظبط كده بالمنظر ده على دماغها، دماغها انشقت نصين بقت في بركة من الدم زي ما بيقولوا. بعدها على طول دخلت في غيبوبة وكمل عليها بالذبح. ايا كان المصادر الاخبارية الست او الزوجة رحمة الله عليها توفت، والخلافات الزوجية السبب المذكور في جريمة القتل. المباحث لما راحت ومسكت الراجل ده او مسكت الجزار قال لهم الكلام ده كله، قال لهم الخلافات الزوجية هي اللي عملت الليلة دي كلها. خلص الموضوع اللي حصل في محافظة غير المحافظة بتاعت امبارح، غير المحافظة بتاعت اول امبارح، غير المحافظة بتاعت اول امبارح، كل ده علشان الخلافات الزوجية. ده الموضوع اللي كان مصارع على وسائل التواصل الاجتماعي في الكام ساعة الأخيرة، الجزار اللي قتل مراته وشق دماغها نصين وبعد كده حاول ان هو يذبحها، كل ده علشان وجود خلافات أسرية ما بينه وما بينها أو خلافات زوجية. ده الموضوع وببساطة حضراتكم عرفتوه. هنتكلم في نقطة معينة، الزوجة اللي تتضرب من جوزها ترجع على بيت أهلها معززة مكرمة، أهلها لو معرفوش ياخدوا حقهم من الزوج يبقى يحطوا بلاستر على بقهم وما يتكلموش. 1-2 الزوجة اللي تسيب نفسها تتهان من زوجها او تتهان من اي شخص كان، حقها يحصل لها فيها اكتر من كده بمليون مرة، ما بنتكلمش على رحمة الله عليها، احنا بنتكلم في العموم بصفة عامة. يعني لما الست تسيب نفسها ان هي تتهان بالمنظر ده يبقى هي تستاهل اللي يحصل لها بكرة وبعده. 2-3 الاهل اللي بيضغطوا على اولادهم وعلى بناتهم سواء ولد او سواء بنت بعد وجود خلافات زوجية ما بينهم هما الاثنين، والام تمسك البنت وتقول لها لازم ترجعي لبيت جوزك، والام تمسك بنتها وتفضل تبكت فيها يعني تفضل تلوم فيها وتفضل تعنفها في الكلام وتفضل تقول لها ليه هتطلقي، هتسيبي جوزك ليه، الناس هيقولوا عليكي ايه، ولادك هيتربوا فين، راجل ولا ضل حيطة، العيال
ابوهم اولى بيهم، مش هتلاقي بعد كده حد يتجوزك. وخلافه من الجمل الكبيرة المستفزة تجاه اي بنت ممكن تسمع الكلام ده من امها. ده بخلاف كمان الاب اللي بتلاقيه عادل ظهره عن بنته، ما بيكلمهاش نهائيا، كل اللي بيقوله لها اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. في الوقت ده البنت بتفضل تضرب اخماس في سداس في سباع، تفضل تضرب يمين وشمال، مش عارفة تفكر صح، تبقى تايهة. علشان كده في المجمل بتروح لما شنطة هدومها، لابسة هدومها، ماسكة عيالها، مروحة على بيت الزوجية اللي اتاخدت فيها كل شوية علقة محترمة. الأب والأم ياريت ما يجبروش بنتهم على حاجة معينة، ولو حصل حاجة اسمها تطاول بمد الإيد هنا لازم يبقى فيه وقفة واتنين وعشرة. عيب ما ينفعش كعادات وتقاليد إن الراجل يضرب الست. حقه يضربها، حقه يضربها، حقه يتخانق معاها، حقه يتخانق معاها، حقه حقه حقه، يلا كسر حقه. ولكن في المجمل البنت ليها كرامة معينة، لو قلت عليها منها او من اهلها محدش يلوم الا على ساب الا على اللي سابه حقها. حضرتك ام ما تجبريش بنتك على الزواج باي شخص كان، بحجة انه راجل كويس، او بحجة انه هو معاه فلوس، او بحجة انه بكرة وبعده هيعيشك كملكة في قصر كبير. خلي بنتك تشيل ترابها وطينها بايديها، يعني اللي هي عايزاه تختاره واللي هي عايزاه تقوله وتختاره، علشان بكرة وبعده حضرتك مش عايشة لها طول العمر، هتفضل تدعي عليكي طول عمرها لو جوزتيها جوازة غصب عنها، او لو رجعتيها لجوزها غصب عنها. وهكذا الاب تجاه الابن، ابنك مش مستريح مع اللي متجوزها، سيبه ينفصل عنها بخير، ده ربنا اللي قال الانفصال بمعروف او الطلاق بمعروف، ما تجبروش على حاجة هو ما يقدرش عليها. استحالة حضرتك ما بتكونش او بتكون ما بتحبش البامية وهيصر الضيف بتاعك ان هو يأكلها لك، لازم تاكلها هي حلوة. الاستصاغة في طعم البق غير الاستصاغة لحضرتك، يعني المذاق بتاعها غير المذاق للشخص التاني، كل واحد بيختلف عن التاني والأذواق بتختلف. علشان كده ذوقك غير ذوق ابنك غير ذوق بنتك، خليهم هما اللي يختاروا الحاجة. النتيجة في المجمل كوارث بتحصل، بنتك رجعت لك بتقول لك الحقني أنا اتضربت، وتهنت تقعد في البيت معززة مكرمة، ما ترجعهاش لجوزها إلا بشروط وأحكام معينة وقعدات عرفية، لكن ترجعها ليه مرة تاني علشان تتضرب وعلشان تموت جات لك جثة مجني عليها. احنا بنتكلم في العموم، واتكلمنا في الأول على الموضوع المتصدر الصحافة في الساعات الأخيرة. في المجمل رحمة الله عليها، ادعو لها بالرحمة وربنا يصبر ولادها ويتولى أطفالها الصغيرين ويصبر أهلها، وربنا يجازي جوزها اللي عمل الجرم ده ايا كان اللي هي عملته ايه. مالكش حق ان انت لا تضربها ولا تموتها ولا تذبحها بالمنظر ده بحجة ان انت جوزها. رحمة الله عليها. السلام عليكم.